طبعا كابتن بعد تألقك في نادي خليج سرت وقدمت موسم ممتاز، جت مفاوضات الاهلي بنغازي، نبو الانديه اللي كانت مع الاهلي تبي خدماتك. ولا ما زوز انديه الحق اللي يعني طلبوا قصدي يعني بالكلم المليان كيف ما يقولوا يعني فهمتوا زوز ما الهلال والاهلي بنغازي يعني مثلا الهلال بعد ما عرفوا ان يعني ما هو كان طارق ثابت كان يدرب فينا في خليج سرت وبالتالي مشى الاهلي بنغازي خلاص هو قال لهم مروان نبي حسين الدريسي قالوا لا ما عندناش مشكله بعتلي بدوا يتصلوا فيا وتفاوضوا عني اياهم خشوا الهلال ما حتى الهلال خشوا في الخط الحق والهلال يعني نحترمهم الحق ما مش مشيت انا ما مشيتهمش انا خاطر الماده ولا حاجه لا بالحق يعني الهلال هم اعطوه اكثر من الاهلي بنغازي المبلغ يعني المبلغ هو الهلال اعطوه اكثر لكن ما يعني في طارق ثابت وانيس باز واستاذ محمد بوسيفي هم اللي ما بيش نزعلهم يعني خلاص مشيت لعبت مع الاهلي بنغازي نادي كبير زي نادي الاهلي بنغازي اللعب فيه مش بالشيء السهل قاعده جمهوريه كبيره ودائما الفريق يبي بطولات ويبي النديه مع كل أفريقا كيف كان تجربتك مع الاهلي بنغازي؟ الحمد لله يعني يوم ما مشيت الحق استقبلوني استقبال مشرف و تحس ان حسيت ان مشيت نادي كبير وعنده قاعده جمهور كبيره والناس رحبوا بي يعني والحمد لله واللي يثبت هو في الملعب الحمد لله بعد خشيت الملعب وربي وفقني ودرت معاهم موسم ممتاز جدا جدا ويعني حتى المباريات مش مقصر الحمد لله علاقتك بجمهور الاهلي بنغازي لا علاقتي ممتازه اكثر من ممتازه 100% الحمد لله للتو يعني ويثبت ان حتى بعد ما وقفت من الاهلي بنغازي جو مباراه تاع الاتحاد وانا مباراه تاع الصوبر نتاع شو اسمها نتاع اللي داروها في زواره الحمد لله يعني جو هم وما قصرتش معاهم الحمد لله كلهم جو سلموا ويرحبوا يعني درت عليهم درت معاهم الواجب وبزياده الحمد اول استدعاء للمنتخب الاول المنتخب الوطني امتى كان كابتن؟ كان في مع الاهلي بنغازي اول موسم لعبت في 2010 فهي من المدرب اللي اختار حسين الدريسي وعطى فيه ثقة انه يلعب في ضمن تشكيلة المنتخب. والله ذاك الوقت البرازيلي باكيتا مشيت الحق وجيت هنا لعبت ما لعبنا مباريات ودية هنا لعبنا واحدة مباريات ودية مع الاتحاد هنا ربحنا 2-1 وزوز جول سجلتهم هنا ولعبنا مباريات وديات مع الشط والمدينة كلها مع المنتخب هنا في الملعب 11 يونيو الحمد لله وفقني ربي وبعد مباراه مش عارف مع الاتحاد المباراه الاخيره انصبت في رجلي شويه مشينا لعبنا مع موزمبيق في موزمبيق ما شو ملعب ما قدرتش نلعب شوط الاول لعبني شوط ثاني الحمد لله وما كانش هذاك التوفيق اللي لواحد ما حصلتش فرصتي في هذاك الوقت ما تحصلش قد صعب تحصل مهما تكون مادام يعني احترامي للانديه اللي لعبت فيهم ولا اللي في ليبيا كلهم مادام ما تلعبش في نادي الاهلي طرابلس ولا الاتحاد صعب تحصل يعني واحد مواسم في 2009 مع خليج سرت الحمد لله يعني عندنا 4 أو 5 رياضيين في خليج سرت ممتازين اكثر من ممتازين ما حصلناش نلعبوا مع المنتخب تلقى في الوقت ذاك لعب اتحاد ممكن 18 ولا 19 رياضي من الاتحاد لعبوا في المنتخب يعني صعب لكن الحمد لله تو السنة هذه مثلا يعني بعد 2012 و13 يعني فيه تحسن يعني يقدروا ياخذوا من رياضي من زوز 3 رياضيين من الاتحاد زوز 3 من طرابلس من الاهلي طرابلس وزوز من المدينة تنوع من النصر فيه التنوع يعني يتغير الوضع تغير قلبه يعني ونتمنى ان تقعد هكي وتحسن اكثر وما عادش يبدا فيه ظلم ويبدا حتى في المنطقه الغربيه تمشي تشوف الانديه يعني مش ضروري من ممتاز كل شيء ممتاز تشوف قصدي الرياضيين اكثر اصلا هم نفسهم الرياضيين اللي موجودين في درجه اولى ولا من الانديه المنطقه الغربيه ولا الجنوبيه ولا الشرقيه تلقاهم بعد 2 أو 3 سنين اول ما يركب السن الاكابر تلقاه كله موجود في الانديه الكبار. هل الكابتن حسين الدريسي كان لاعب منضبط زمان؟ لا نهائيا
بوكل. لا لا هي مميز اسمع راهو ديما ديما خليها في راسك الرياضي ديما الرياضيين اللي مهاريين ديما رويك عندهم حاله هذه ديما هي اللي تاثر فيهم. ما كنتش محافظ في جانب الماكله جانب النوم. لا لا هي انضباط هذا مستحيل. طيب كابتن من المواقف اللي انا عندي حتى النوم ديما نرقد بكري ولا مؤخر؟ لا نرقد مؤخر ونوض مؤخر. هذا من لما كنت لاعب؟ حتى من زمان هيك من صغري هيك. يا كابتن شنو ينقص اللاعب الليبي باش يولي زي باقي اللاعبين في الدول الاخرى؟ شنو ينقص؟ اول شيء لازم يعني تو انا كان في صغري تو في حاجات درتهم وانا صغير ونادم عليهم. انا شنو اول شيء انضباط. انا مش منضبط نهائيا. هيك طبعي مش منضبط. يعني عادي التمرين 3:30 نجيك عادي الاربعة 4:30 وقت حتى ما نجيكش. بدات كان في تمرين جري وما حباش بوك. لكن كان في كرة تدورنيش كان مات المباراة ما نوقفش هيك عندي الحمد لله حتى نفس الحمد لله عندي نفس هيك من رب. يعني نجري عادي ما عنديش مشكلة. مباراة عادي هم اللي يتمرنوا تو مات المنضبطين اني نقدر نلعب اكثر منهم. نفس هيك من ربك هيك. حتى مثلا ديروا في التيست قوة انفجارية في حاجة اسمها قوة انفجارية في التيست ديما الأول يعني ما عنديش مشكلة. أنت مش نادم على القرار في من قراراتك في مجال الكروي متاعك؟ لا مستحيل. ما عمركش ندمت على القرار؟ لا مستحيل. بأصعب لحظة مرت عليك في المجال الرياضي؟ أمتى مصاب في الأهلي بالوسط. حكينا على الإصابة كيف جت لك؟ أنا مشينا معسكر في عين درهم ولعبت كل معسكر كل يوم نلعبوا مباراة. قعدنا احنا ممكن اسبوعين، الاسبوع الاول ما فيش مباريات لكن الاسبوع الثاني بدينا نلعب. لعبت مباريات كلهم لعبتهم. ده المباراة الأخيرة لعبنا مع المونستير أظن ربحنا فيها واحد شيء سجلت فيها يعني المضم. صارني تمزق في العضلة الضامة الأمامية. بعد اللي روحنا قعدنا يومين في تونس بعد اللي روحنا المفروض نقعد أسبوع. قعدنا ثلاث أيام في بنغازي بعد اللي جاء طارق العشري. خلاص هذيك الإصابة هذيك اللي هي تعبتني أكثر شيء وبعد اللي تفهمناش أنا وطارق العشري. لعبت مباراة هذيك مباراة اللي لعبنا مع الأولمبي أول مباراة في الدوري. لعبت ربع ساعة هيك ممكن أقل من ربع ساعة. تركيف هيك بنجري على الخط خديت كرة بنجري زيد تمزقت رجلي. هو كل هذا المشكلة كلها من المدرب. إنه المفروض أقل شيء يعطيني راحة. أول شيء إنه متمزق ديما هذا ديما تاخذ راحة بين 15 ل20 يوم أقل شيء. بعدها كيف تبدأ في علاج طبيعي. واني كل هذا ما درتهاش. دخل عند المعد بدني هذا متاعه وهو اللي دخل خداني طول صالة الحديد. هو هذا كله كارثة. احنا المشكلة في يعني هذا بعد ما مشيت يعني لتونس وعالجت وكذا وبعد تالي جات الإدارة اختلفت اني وباقي يعني وياه وطارق العشري. هو الموضوع كله اني حتى بعد ما قعدت مع الإدارة قلت لاني ما عنديش مشكلة اعطيني ورقتي وعادي ما فيش مشكله ما فيش نصيب ما فيش اي مشكله فهمته. قالوا لي لا انت تقعد نبوك. قعدت بين ذهب واياب بين ذهب واياب ما يبوش يعتني. بعتالي قلت له قعدت مره والثانيه مع استاذ خالد صيتي هو اللي جابني قال لي تعالى قعدت مع الاداره ومع طارق العشري نديروا حل. قلت له ما عنديش مشكله انا. جاء هو ما يبيش يقبلني. قلت له انت اللي يعني اللي في راسك عرفته ان انت عندك الرياضي تبي تجيبه وتسترزق منه. خلاص من ذاك الوقت هو صارت مناوشات بيني وبين طارق عشري. خلاص من ذاك ابي موسم اصلا نفسيا منهار اسف يعني حتى الاداره ما كانتش في المستوى. خلينا من ماده وكذا خلينا منها ان الماده هذه ما عندهمش علاقه بالاداره عندهم علاقه بالنادي. حاجة اللي نميزها في الأهلي بنغازي مستحيل إن حقك هذا ما تاخذهاش. هذه مستحيل في أي نادي. فأني في أي مكان وقعت فيه خليت فيه مبلغ ما عدا الأهلي بنغازي هو اللي حق ديما يعطيك حقك بالزايد. حتى يعني تخيل أني لعبت
الموسم كله ما لعبتش فيه، لعبت مباراة واحدة وحقي خديت بالزايد. طيب كابتن، كانت عندك تجربة احترافية؟ طبعاً جرجيز. احكي لنا شوي كيف كانت تجربة الاحترافية. باقي من طارق الثابت مشى وقع في نادي بعد الأهلي بنغازي. بالضبط موسم في الدورة. كانت مشى طارق الثابت لطرج جرجيز، كلمني قال لي راهو يا حسين راهو احنا نبوك معانا واني تو بديت في التدريب مع طرج جرجيز ونبيك معي. قلت له ما عنديش مشكلة، لكن اني عندي مشكلة شنية، كان عندي امنيا مشكلة انني نايمات في الطورة كنت في بنغازي، وبعد ما روحت بنغازي في 20/2 روحت يوم 19/2 بالضبط، روحت من بنغازي كنت ما نلعب في الاهلي بنغازي موسم هذاك 2011. روحت بنغازي مشيت لزوارة، طلع اسمي في القائمة انني على اساس نحرض في محرضين يعني على اساس اللي مع الطوره، واني ما عنديش علاقه لا في الطوره لا في معمر لا مشوري في السياسه نهائيا، انا ما نحبهاش ولا بنخش فيها، ولا يعني نتمنى من الرياضيين اللي قبل غلطوا نتمنى من توا ما يغلطوش، ونتمنى تبدا الوطن كلها واحده ما بداش لا شرق لا غرب لا جنوب، لا ما عندناش علاقه فيها، ونتمنى كل واحد يعني شد مجاله توا تستريح البلاد ان شاء الله. طيب كابتن نبوك تعطينا توا موقف طريف صار في المسيرة بتاعك. المشكلة ما واحدة من مواقفك اللي تضحك صارت معكم مع اللاعبين مع المدربين في مباراة. دايما ما عادش نذكر الحق في المسيرة هذه في حشتي هذه ما تنضحك وكذا، هذه المشكلة اللي لكن اللي حاجة اللي قلت لك عليها، لأن يعني وجعتني الإصابة أكثر شيء في مباراة المباراة الأولى مع الأولمبي لأني موجود فيها على الأهلي بنغازي. طيب هذه اللي ترتني فيها الحق. طيب انتماءاتك العالمية كابتن؟ والله استمتع بال مش استمتع أنا بك من تشجع؟ تشجع في اليوفي في إيطاليا وبرشلونة إسبانيا في إسبانيا منتخبات مني وفي البايار الألمان وفي الإنجليز بين سيتي ومانشستر سيتي الزوز نستمتع بهم. المنتخبات منتخبات اكيد ديما المتعة يعني برازيل. طيب كابتن احنا نشكروك اليوم في على مجيئك اليوم وتعبناك الحقيقة، جاتنا من زوارة، احنا نشكروك على مجيئك البرنامج والحقيقة تشرفنا بيك لاعب كبير وقدمت الكثير والكثير للكرة الليبية زمان لاعب مع خليل سيرتس ومع الأهلي بنغازي. كلمة أخيرة كابتن. نشكرك أول شيء، بارك الله فيك، ونشكر الناس اللي معاك في الطاقم الإذاعي